ما هذه النتيجة؟ النتيجة بالنسبة لنا فمشي نتيجة مزيانة بزاف، ولكن في المقابلة الأولى في بطولة فد الأجواء هذه ديال الثلاثة ديال المقابلات في تقريبا في أسبوع، فالانهزام هو اللي صعيب. بالنسبة لنا كان الانتصار كيعطيك واحد تقريبا 81% تأهيل للدور الثاني، ولكن التعادل بالنسبة لنا حتى هو مزيان كما قلت لك، فالمقابلة كانت قوية. الفريق ديال زيمبابوي كان في المستوى خاصة في الشوط الثاني، فكنظن كنا ننتصر كما كنا نهزمه، ولكن النقطه كان احسن من لا شيء. ونتمنى ان شاء الله هذه النتيجه هذه في المقابله الثانيه نحاولوا ننتصروا ان شاء الله باش يكون عندنا البورسونتاج بزاف ان شاء الله لتاهيل الدور المقبل ان شاء الله. الا تعتقد ان المهاجمين ربما كان نوع من التسرع وضيعوا مجموعه من المحاولات التي كان من الممكن ان تاتي باكلها؟ فبالطبع، فلان كما كيعرف الجميع فريق خدينا في تقريبا جوج ديال الاسابيع، فكنظن هاد لافينيسيون قدام المرمى خص العمل بزاف، خص الخدمه بزاف، فكنظن ان شاء الله من هاد الثلاث ايام هادي اللي عندنا ديال تكون تدريب خاصه امام المرمى، وان شاء الله كما قلت لك في المقابله الثانيه نحاول نكونوا احسن ونفوزوا ان شاء الله بالمقابله الجايه ان شاء الله.